مرحبا بكم في العرض التوضيحي لنظام التحكم في سلسلة التوريد الخاص بنتسويت. في هذا الفيديو سأوضح كيف يمكن للخاصية الذكية لتوقع المخاطر أن تتنبأ بالتأخيرات في أوامر الشراء والبيع والتحويل. قمت بتسجيل الدخول إلى نظام التحكم في سلسلة التوريد في دوري Merchandising Manager. تعطيني داشبورد نظام التحكم رؤى فورية عن حالة وسلامة سلسلة التوريد بأكملها، وهي توفر تقارير وتذكيرات وتنبيهات استثنائية وقابلة للتكوين من قبل المستخدم، بالإضافة إلى Key Performance Indicators ذات صلة بدوري. اسمح لي بلفت الانتباه إلى مدخل Predicted Risks. يوفر مدخل Predicted Risks تنبؤات ذكية مستمدة من التعلم الآلي لتقييم الجاهزية والقدرة على تسليم الطلبات في الوقت المحدد. بناء على هذا التحليل أرى أن هناك مشكلات محتملة تتطلب اهتمامي. لاحظ أن لدي بعض أوامر الشراء التي قد تكون متأخرة، بالإضافة إلى بعض أوامر التحويل وبعض أوامر البيع. لنلقي نظرة على إحداهم. لدي أمر شراء لأجهزة تتبع اللياقة البدنية ألفاتيك المتوقع وصولها في 30 نوفمبر. لاحظ قائمة إنسايتس. استناداً إلى تحليل الأداء السابق مع ألفاتيك، أوجد نظام التحكم في سلسلة التوريد خطراً متوقعاً بتأخير 5 أيام وثقة 90% من أن هذا البائع سيسلم الطلب. قبل أن أفكر في الحلول الممكنة، أريد التأكد من أن لدي صورة كاملة لسلسلة توريد المنتج هذا. لذلك دعونا نضغط على View Current Snapshot. أرى أن لدينا كمية من 100 وحدة موجودة بالفعل في شيكاغو، و30 وحدة أخرى في متناول اليد في سان فرانسيسكو. أرى أن هناك أمر شراء ل200، وهو أمر الشراء المعني. ولاحظ أيضاً أنني أرى طلبي مبيعات للكميات 50 و100 المقرر شحنها في 2 و7 من ديسمبر. يمكنني بسهولة معرفتهم إذا كان أمر الشراء هذا قد تأخر 5 أيام. قد يتعرض كلا طلبي المبيعات هذين لخطر التأخر الشحن أيضاً. هذا يعطيني رؤية واضحة لموقفي الحالي. في قسم Recommendations يقترح NetSuite بعض الإجراءات المحددة التي يمكنني اتخاذها لمنع حدوث هذا الخلل. أرى أن توصيتنا الأولى هي النظر في إعادة جدولة أمر الشراء هذا قبل 5 أيام. هذا لمنع خطر الوصول المتأخر. في التوصية الثانية، طلب مني نتسويت التفكير في تغيير البائع إلى بيتاتيك، لكن يبدو أن بيتاتيك أقل موثوقية من ألفاتيك بقدر 8 أيام تأخير، مع ثقة 80% فقط من أنه يمكن أن يوفي في الوقت المحدد. لذا دعونا نتمسك بألفاتيك. سأعود إلى التوصية رقم 1 وسأقبل هذه التوصية. لذا من الذي أحتاج إلى الاتصال به من أجل إعادة جدولة هذا الأمر؟ دعونا نضغط على أمر الشراء، وبمجرد أن نكون في Purchase Order يمكننا إحضار سجل البائع، وبالنظر إلى سجل هذا البائع يمكنني رؤية قائمة جهات الاتصال الخاصة بي. أستطيع أن أرى أن بيل كارتس هو جهة الاتصال الخاصة بي، ويمكنني رؤية سجل لجميع الاتصالات التي أجريناها مع ألفاتيك. وفي وقت سابق اليوم قمت بالفعل بإرسال إيميل إلى بيل وطلبت منه إعادة جدولة أمر الشراء هذا. يمكنني رؤية هذا الإيميل ويمكنني رؤية ردنا هنا. أكد بيل أن تاريخ شحن أمر الشراء هو الآن 25 نوفمبر. كل ما تبقى القيام به هو تحديث أمر الشراء بتاريخ الوصول الجديد. لذلك دعونا نغلق سجل الفندر، وسنعود إلى Purchase Order، وسنذهب إلى وضع Edit، وسنقوم بتغيير تاريخ الاستلام المتوقع لأمر الشراء هذا من 30 إلى 25 نوفمبر. سنحفظ أمر الشراء هذا وسنقوم بإغلاقه. بالعودة إلى Predicted Risks يمكننا أن نرى أن متتبع اللياقة البدنية ألفاتيك لم يعد جزءا من هذا. وإذا عدنا إلى Control Tower Dashboard نستطيع أن نرى أن قائمة ألفاتيك قد اختفت من بوابة Predicted Risks لدينا. الآن يمكننا معالجة تحديات المخاطر المتوقعة الأخرى بنفس الطريقة. شكراً لمشاهدة هذا العرض التوضيحي. إذا كان لديك أي أسئلة يرجى التواصل مع أزدان شريك Oracle NetSuite بالشرق الأوسط.